عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام محبي رياضة الهجنة العربية الأصيلة، هناك أيضا نحييكم من قلب الحدث من ميدان الخزنة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. قد هذا مع انطلاقة شوطنا الأول، هناك أيضا انطلاقة جميلة ومميزة هنا أيضا للجعدان، هنا أيضا لسن الإذاع، هناك أيضا التي تسير، هناك أيضا في أيضا سن الإذاع، هنا نتمنى التوفيق. هناك أيضا لهذه الشعارات التي قدمت عروضات جميلة ومميزة في موسمها الماضي، موسم سن القاية وموسم سن الحجايج، تسير في سن أيضا الإبداع والإمتاع. على البركة، هناك أيضا نرحب بهذه الشعارات وسير مباشرة إلى البداية. هلول مصيحان سالم بن علي بن حمد بن إداه المنصوري يتقدم هنا راعي مصيحان على المقدمة. نقلتنا إلى المركز الثاني، بلقى شاهين علي بن مسلم بن دري المنصوري من يتقدم على المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل والتحدي المثير والانطلاق المميز. بينما هنا أيضا المركز الثالث من الجانب عليمن ومن السياج الخارجي، هكذا هذا هو مكفي خليفة بن محمد بن خليفة الخيلي الذي احتز نقطة جميلة في يوم الأمس مع سن القاية. بينما المركز الرابع القدوم الوصول، هناك أيضا من مهدي لسيد مبارك بن سلطان بن كلثم الخيلي، وهناك أيضا لهب خليفة بن مراد بن عبد الرحمن على بلوشي يتقدم بانطلاقة لهب وتحدياته المثيرة. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي هذه الانطلاقات وهذا المسار الجميل والتحدي المثير. الله، نعود إلى البداية الأولى، نعود إلى الصدارة الأولى مع المركز الأول هنا في هذه اللحظات مع البداية. مصيحان سالم بن علي بن حمد بن إداه المنصوري، هنا الشعار الخزناوي الذي يتقدم على البداية الأولى على الصدارة، ولكن هو نرحب بهذا الشعار، الشعار الكبير دائما في عالم سباقات الجنة، شعار بن كلثم الذي يتقدم على المركز الثاني بانطلاقة مهدي وتحدياته المثيرة. هذا هو مهدي، يقدم لنا مهدي بو سلطان مبارك بن سلطان بن كلثم على خيلي، يقدم لنا اسماء جميلة في هذا الموسم، نتمنى له التوفيق. على المركز الثالث الوصول والتقدم المكفي خليفة بن محمد بن خليفة على خيلي، وهنا شاهين علي بن مسلم بن دري المنصوري، هكذا النتيجة. ولكن بدأ هناك أيضا الجعدان في موقع واحد، بدأت السرعة هنا تزداد في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل والانطلاق. ولكن أشوف مكفي، اشهد أن كفة ووفة مكفي خليفة بن محمد بن خليفة آل خيلي. يا سلام يا سلام، حركوهن من 500 متر على خيره، والكل تحرك، الكل باحث عن الناموس هنا لمن شوطنا الأول. القعادين قد أعذر من أنذر، قد أعذر من أنذر، هنا شوطنا الأول للقعدان لمن هنا. الله، مكفي راح على المقدمة، مهدي قادم، مهدي بن كلثم قادم هنا، ولكن مكفي راح هنا أيضا على البداية الأولى. هذا هم كفي خليفة
بن محمد بن خليفة بالاقتري الخيلية، تهانينا والناموس هناك أيضا لمحمد بن خليفة آل خيلية، ومشكور يا أبو محمد على فوزه مكفي المركز الثاني. وصل وتقدم هنا مهدي مبارك بن سلطان بن كلثم الخيل المركز الثالث، هذا هو مصيحان سالم بن علي بن حمد بن إداه المنصوري اللي احتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصل علي اشعال علي بن مسلم بن دري المنصوري مع شاهين. هكذا ايضا نتيجتنا مع شوطنا الاول ايضا للجعدان. تهانينا والناموس للسيد خليفه بن محمد بن خليفه بن الثري على خيلي على فوز مكفي في شوطنا الاول للجعدان.